اختتمت فعاليات معرض منتوجات النسيج اليدوية في مدينة الرقة شمال شرق سوريا الذي أقامه مركز الرعاية الاجتماعية التابع لهيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع منظمة الجود والتطوير. المعرض خصص لمنتجات 17 متدربة من الخارجات من مخيم الهول شرقي الحسكة شمال شرق سوريا والمجتمع المضيف لهن في مدينة الرقة بعد خضوعهن لـ30 جلسة تدريبية على مدار شهرين. هذا المعرض هو كان ختام لنشاط الصوف اللي استمر معنا لشهرين 30 جلسة. كان معنا 17 مستفيدة اشتغلوا مع بعض وتعاونوا مع بعض تعلموا مع بعض. في مستفيدات ما كانوا بيعرفوا نهائياً عن الصوف اشتغلوا وطلع معنا منتجات وعرضوها وتم بيع قسم منهم كمان. نتمنى تكون انطلاقة لمشاريعهم الخاصة اللي يصير فيها دخل خاص لهم كمان. إلى جانب تعليم الحياكة سعى البرنامج إلى دمج العائدات إلى الحياة في المجتمع وذلك من خلال تبادل الأفكار ونقاشها وكذلك من خلال تأمين مصدر رزق لهن. بالعكس النساء الموجودات للهول أنصحن يعني يشتغلن على حالهن ما يظلن كابتات على حالهن مثل ما كان مفروض علينا يحاولن قدر الإمكان يطلعن يفتح المشاريع لهن فما يظل أسلوبهم صعب. يعني أتمنى لهم للنساء كلهم المخيم الهول يتعاملن مع الناس يصير خلطتهم مع الناس أكثر مثل ما أنا خلطتي مع الناس صارت أكثر. مركز الرعاية الاجتماعية في هيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين في شمال وشرق سوريا لديه خطط مستقبلية يعمل عليها ومن المتوقع أن ترى النور قريباً. اليوم كان اختتام معرض نسج الصوف بالشراكة مع منظمة الجودة والتطوير QRD. كان النشاط مستمر لمدة شهرين متواصلة بعدد مستفيدات 17 مستفيدة من الخارجات من مخيم الهول وأيضا المجتمع المضيف الفئات المستضعفة. الغاية من التدريب هو دمج هذه العوائل مع المجتمع المضيف. في نهاية التدريب تم عرض جميع الأعمال التي تم العمل عليها في الشهرين الماضيين ونتمنى منهم الدمج في السوق وأيضا الانخراط في سوق العمل في الأيام المقبلة. الخطة المستقبلية لمركز الرعاية الاجتماعية هو تكثيف النشاطات ضمن برامج سبل العيش بالشراكة مع المنظمات الداعمة في المجال الإنساني وأيضا حملات حشد ومناصرة لمركز الرعاية الاجتماعية. وأيضا من الخطط في الأيام المقبلة هو إجراء مسح شامل لجميع الخارجات من مخيم الهول في الأعوام السابقة حتى آخر الدفعة. وكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا قد أشرفت على إعادة مئات العائلات من مخيم الهول إلى مدنها وقراها الأصلية وتسعى من أجل دمج هذه العائلات وأفرادها مع المجتمع من جديد عبر برامج ودورات تأهيل وورشات تدريبية.